السلام عليكم ورحمة الله. هنا اكزاكتومون رانا وين؟ رانا في بلدية بئر العرش، دائرة بئر العرش، ولاية سطيف. صح. كاميرا دور تشوف هكا باش تفهموا مليح. راكم تشوفوا هنا منزل، وراكم تشوفوا هنا طريق، راكم تشوفوا هنا شغل كي تشوفوها تقول ما كاين والو. راكم تشوفوا معايا السيد هذا، ردوا بالكم وردوا بالكم، تحقروه بالعين، لانه هاد السيد هذا معليش دوك نقول لكم شكون دوك تعرفوا عليه واش دار. شحال عندك مبارات اختراع؟ عندنا تقريبا 64 براءة اختراع، بما فيها 14 يعني مسجلة، والاخرى مازالت على قيد الدراسة. باريس خلوني مالا نوري لكم من هذا المنبر واش راكم طراطيو. كاميرا اروح تشوف، راح يشوف راح يتشوكا. تبعونا شوفوا في بير، واسمها بير العرش، بلدي بير العرش، منطقة شريكي معزولة من، راح تشوف واش فيها. بالك تحقر وليد بلادك بالعين. شوف هي ما راكم تشوفوا فيها. اخي الكريم، هاد الماشينه هادي اللي راني نشوف فيها انايا، هاد الماشينه هاديه، اروح ليا كاميرا، هادي باينه لك مع اون باس بلونت كوب. الماشينه هادي وشنو؟ هذه عبارة عن محرقة للنفايات الخاصة والخاصة الخطيرة. يعني فهمني. يعني هي آلة تقوم بحرق النفايات، يعني عندما تتخلص النفايات تنتهي الصلاحية نتاعها، لابد أن تكون جهاز مثل هذا لمعالجة هذه النفايات. عندنا سيستم دو تريتمون ترميك، أي سيستم دوبيراسيون ديفيمي. احنا عندنا هذو الاجهزه، عندنا هذا جهاز واحد فريد، يعني هذا يحمل اختراع فريد. هذو هما هذو اللي راهم مغطين هذو هذوما الالات. هذو عباره هما واجدين، يعني حقوا احسن نتائج. بصح مازلنا ما سجلناهمش، الغرض عندنا دي بروبليم غير نعاني منهم. واش المشاكل اللي عندك؟ مشاكل احنا رانا نعانيو من هذا المشكل نتاع عطاونا، يعني دارت فينا ثقه، يعني في الضربة الأولى يعني مشاو معنا بثقة، عطاونا اوتوريزاسيون يعني ممارسة النشاط في وزارة البيئة، ومن بعد الاعتماد نتاعنا لازم يعتمد على ثلاث أغريموات، يعني اوتوريزاسيون، عطاونا اوتوريزاسيون لي زاغريمو، أغريمو دو كوليكت وأغريمو دو ترونسبور، يعني مدة سنة هما يلعبوا بنا كي كرة القدم. كارثة. صاحبي سقسيك حاجة. هادي واش فيها ورايا ديك؟ كي عندك واحد الحاجه اخترعتها اللي كيكون زعما نقولوا الدخان وكامل تاع لا بوليسيون؟ هذه عاقبه عليها ليكسبرتيز، هذه ما نقولكش انا اللي درت، هذه جاني خبير او ليكسبرتيز دوك نعتها خويا. هذه ليكسبرتيز عطاتنا يعني تكون كونسونطراسيون عاليه نتاع الغازات الحمضيه والسي او 2 سي او اللي يعني في لا سورتي نتاع لا شيميني نتاعنا، قدرنا نقضيو على نسبه سي او 2 نسبه 100%. 100%؟ 100% حققنا النتائج وباجهزه قياس ماناش بهم نهضر. صح. كاينه حاجه نسقسيك فيها. كاين واحد البلاد راهي تحلل فيك باش تروح ليها، واسمها؟ عيطولنا عده بلدان يعني ناظرين للسريه ما نقدرش يعني. معليش هذه البلدان، اسمح لي، البلدان هذه على بالي راكم معروفين. كاين ثلاثه بلدان عندهم الطراحم، عندهم دراهم كيما نقولوا احنا، الله يبارك، فلوس كبار. عرضوا علينا شيكات على بياض، دار اللي راهي تناشد من اجل بيئه نظيفه. خاصكم الدول راهي مديره مشاريع هذه البيئه النظيفه، ما ديرها على مشاريع المدى الطويل. سما خاص على ما رحتش، على ما رحتش. احنا نظرا يعني لهنا كي اونتربريز عائليه، يعني لقيت روحي في الطرف تاع يعني تاع اللحم ما بين زوج سيودة، يعني عائلتي من جهه والكائنات الحيه اللي راهي في بلادي ولاد بلادي، يعني نعطيهم التكنولوجيا تاعي لا نخرج برانا، وانني كافي روحي لا نخرج حتى لبرا. شتو هجره الادمغه علاش تتوقع؟ شحال وانت محرحر، شحال معوام وانت رايح جاي؟ انا مده هما يعني مع الدراسه نتاع في وزاره البيئه مده 4 سنوات هما يلعبوا بي، انا خلال عام قدرت نحقق 14 مسجله. صح. نطلعوا لفوق. معليش مرحبا بك. يا ما هذا يا هذا. بابك فرحان بك. بابك وفرحان بك. الحمد لله. اصبر. بابك وفرحان بك. الحمد لله. اقسم لك بالله طلع الميكرو تاعك.
نقسم لك بالله وش راك تخدم والله ما يروحك. كلمة رجال نحمد ربك. كلمة رجال نحمد ربي سبحانه. هيا نخدم بسم الله. نبدأ من نخدم الخدمة الشرعية. الحمد لله كون فاخر وشاكر. الحمد لله العزيز غالي. هذه اللي انا نشوف فيها هذه محطه لمعالجه الغازات. هذه عندها ان سيستم ثاني مره الى بروفتي. يعني راهي انا كي نقول لك اختراع راه يتطلب تقريبا 70 ابتكار. يعني كون جينا في دوله اللي تسمعنا كون من هذا من هذه الماركات هذين عندي نقدر نخرج لك 70 اختراع وحده. هذه طلعتها انا المونتاج تاعي كلش انا. اسمح لي وفي الارض الواقع تخدمها. أرض الواقع هاي كينا هذيك اللي راهي بلينوكس هذيك اللي راهي في أرض الواقع اللوط. اديني لي هذه. هذه الآلة اللي كنتوا تشوفوها هذه السيستم. هذا هو السيستم دوبيراسيون دي فيمي. هذا اللي كنا نشوفوا فيه. هذا وش اللي هذا اللي معالجة الغازات. هذا السيستم لمعالجة الغازات. هذا تم صنعه لهنا الجزائري 100% على أيدي أنا من المكان حتى أيدي. زين. هذه هذا فرن. هذا عباره عن فرن دوراني فيه يعني عده اختراعات جدد يعني جايبينهم. هذا يقوم بحرق النفايات الصلبه. صحيح. لهنا يعني تقوم عمليه الليميناسيون دي ديشي سوليد. وهادو ما يكونوا دي ماشين كبار ولا هادو الات يعني تاع دوله ماشي تاعنا احنا. احنا نلحقوا فيهم بارض الواقع كما هذا هذا الجهاز. وهذا الجهاز راه محقق فيه في لونتربريز. زيد خويا زيد 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 زيد. هذا هذا عبارة ثانية عن فرن تاع لي ديشي ليكيد وديشي ابو يعني المائعة ديشي المائعة ولا السائلة. الله يبارك خويا. بارك فيك خويا. نعم. عندما تتولد الغازات من جهازات للحرق تأتي إلى أجهزة معالجة الغازات. عندنا جهاز رقم واحد هذا ثاني. هذا جهاز معالجة الغازات. ثاني عنده اختراعه. هذه ان شاء الله. خونا مش راضي يقول لي تبعوا بيان. شوفوا بيان خوتي باش نكونوا متفاهمين. هذا الاختراع هاوليك راكم تشوفوا فيه صح. كي شوفوا هايليك براءة الاختراع هاي ليك باش تشوفوا باش تعرفوا. هذه وحده صح. نزيدوا نروحوا منا كاينه آلة وحده اخرى. هاي ليك الآلة هذه توجد تاع لابوليسيون كامل. هذه آلة ثاني لمعالجة الغازات. هذه ثاني الى بروفتي ثاني عند التسجيل تاعها. هاي براءة اختراع. زين هذا ثاني جهاز ثاني لمعالجة الغازات ثاني مسجل. هاولي أما الآن نوري لكم بعد هذا الاختراع واش عطاو له. تبارك الله عطاو له والجزاء تاعو واحدة زوج ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة دوسي بيروقراطية من عيار ثقيل. إيه أخي المخترع هي عندي أروح 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 أنا أروح 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 المخترع أروح. هاد الستة هادو ما داني شوف فيهم كاع دوسيات. هذا مش ست دوسيات. هذا عبارة عن 64 دوسي. 64 اختراع راهي يعني راهي موضوعة هنا نظرا يعني فين حبسنا ما قدرناش نسجلوا. احنا نسجلوا وما كانش آلة ما عطوناش بها الخدمة. ومن بعد كي نهضر كي نبدا نهضر ونزعف ونولي كيما نقولوا يكني قلبي ومن بعدك نولوا في حل وربط. ها ما نقعدوش عاقلين دوك انا شحال من دوسي؟ هذا هذا 64 يعني 64 اختراع راهي محطوطه لهنا. هذه ما اخفى هنا اعظم هنا. يعني احنا ما قدرناش احنا تليميني وحنا عندنا الفاروليزي يعني نستخرجوا الغاز نعاودوا نستعملوه في اطارات العمل في الصناعه. صح. لا احنا الاكسبرتيز يعني كي درنا الاناليز كي نقول لك قدرنا نقضيو على نسبه الاخر سمعنا حققنا انجاز ما توصلتوش دول يعني اللي عندها كفاءات عاليه. يعني اللهم لك الحمد يعني فضل الله عز وجل كرمنا اللهم لك الحمد. وينك هنا ساكن؟
أنا ساكن في بلدية بن عرش في المنطقة النائية هذه. شوفوا وليد قدر الله.